مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة اليوم. طبعا لسه الأوضاع المؤسفة والتداعيات الإنسانية على أهالينا في غزة لسه متصدرة العناوين، لسه المحاولات مستمرة، وهنا بتكلم تحديدا عن الدور المصري في التعامل مع هذه الأزمة والملف. طبعا كل الشغل اللي بيتم سواء على المستوى السياسي والاتصالات الدبلوماسية واللقاءات كمان المهمة، ويمكن هنتعرض ليها بعد شوية، والمحور الثاني على المستوى الإنساني، وشفنا وتابعنا امبارح موقف يعني محترم وموقف قوي، انه في مسألة توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهلينا في القطاع، وأنه الموضوع ما يبقاش قاصر فقط على عبور الأجانب أو اللي بيحملوا جنسية مزدوجة. فبالتالي أنت شغال على مسارين للتعامل مع هذه الأزمة. في الداخل المصري عندنا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيترأس اجتماع مجلس الأمن القومي ومجموعة من القرارات المهمة اللي تم اتخاذها. كمان على المستوى السياسي والدبلوماسي النهاردة في لقاء مهم جمع سيادة الرئيس بوزير الخارجية الأمريكي. لكن خلونا نتكلم عن اللي حصل في اجتماع مجلس الأمن القومي والقرارات المهمة اللي بتأكد دايما على الدور المصري وسياسة مصر وموقفها الثابت والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية. كمان بتأكد القرارات دي على الأمن القومي المصري وحمايته. زي ما قلت لحضراتكم مجموعة من القرارات المهمة اللي صدرت عن هذا الاجتماع، وكانت كالتالي هقولها لحضراتكم. النقطة الأولى مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. قرار تاني مهم وهو إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر وأنه لا تهاون في حمايته. مصر بتوجه كمان الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل طبعا تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. خلونا نتابع تفاصيل الاجتماع في التقرير اللي جاي مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. ومعنا على تليفون للتعليق سيادة اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة اللواء، يعني بتشوف ازاي اجتماع مجلس الأمن القومي المصري في هذا التوقيت؟ تعليقك على القرارات اللي خرجت عنه يا فندم. طبعا مجلس الأمن سلطة في مصر وهو المختص باتخاذ القرارات المصيرية لحماية الأمن القومي المصري. نعم. ده رقم واحد. النهارده هذا المجلس بيجتمع
نظرا للأحداث المحيطة الموجودة في المنطقة، وأهم القرارات طبعا بعد استعراض الموقف الإقليمي وخاصة المهاجري في قطاع غزة. أول حاجة أن أمن مصر القومي خط أحمر. نعم. رقم واحد. رقم اثنين أن استعداد مصر كان بدور الوساطة ده. معلش يا ست اللواء، انا ممكن اطلب من حضرتك بس نحرك التليفون شويه، نتحرك بيه علشان الصوت يبقى اوضح. انا اسفه. حاضر. التأخير. اتفضل. اوكي. فبنقول اول حاجه ان امن مصر القومي خط احمر، لا مساس بامنها ترابها مصالحها، ده واضح جدا. نمره اثنين ان مواصله الاتصال احنا القضيه دي قضيه بتمس الامن والسلم العالميين على مستوى العالم كله. مفهوم. وبالتالي لابد من ان كل المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث لاشقائنا في غزه وتجاه ما يحدث في المنطقه من احداث هتؤثر على العالم كله وليست على منطقتنا العربيه فقط. ايضا اهم حاجه بقى الجديد من الخطوات الايجابيه اللي مصر بتاخدها الدعوه لمؤتمر اقليمي، قمه اقليميه دوليه. قمه اقليميه دوليه كل المعنيين مصر بتدعوهم لكي يتحمل كل طرف منهم مسؤولياته، لان دي مسؤوليه المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي كله، كل واحد يتحمل مسؤوليته. ده أهم القرارات الفعلية عشان نتدخل نخلي كل واحد يقف قدام مسؤوليته وتتحرك مصر بالكامل مع كل الأشقاء ومع الأصدقاء ومع المجتمع الدولي كله لسرعه ايجاد حل للقضيه. طب هنا 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 يا سياده اللواء، انا اسف على مقاطعه حضرتك، مع القرارات دي جاي كمان تاكيد على عدد من الثوابت، حل الدولتين، لا تصفيه للقضيه الفلسطينيه، مساله انه لا استقرار الا بهذا الحل، وضع يعني حل نهائي، برضو بتشوف ازاي الثوابت دي والتاكيد عليها في الظرف اللي احنا عارفين فيه في المساومات. تمام. مهما طال الامر او قصر، هي القضيه الفلسطينيه هي حجر الزاوية فيما يحدث ده كله. لن يعني تضيع أو تهدأ هذه المشاكل اللي كل يوم تتضاعف وتزداد إلا بحل القضية الفلسطينية. والمجتمع الدولي أصدر قراراته بأن الحل الدولتين هو الحل الأفضل والحل الأمثل. لازم الفلسطينيين ينالوا حقهم في دولة مستقرة عاصمتها القدس الشرقية. هذا الثابت اللي لازم العالم كله يفهمه كويس جدا، وبالتالي الكل يعمل على هذا. بينما نقعد ناخد مسكنات مش هتحل حاجة. عايزين نحل القضية يبقى لازم الفلسطينيين ياخدوا حقهم، يبقى لهم دولتهم زي القرارات الدولية مصادر اللي بتحدد هذا تماما، وبالتالي تتحل القضية بشكل نقول اساسي. والا كل يوم هنجد هذه المشاكل تنفجر من جديد، لان صاحب الحق صحيح. يعني لو نامت الدنيا كلها عينه لا تنام، والشعب الفلسطيني بالذات حتى لو قدرت اسرائيل ومن خلفها بالقضاء على هذا الجيل من المقاومين، لن تستطيع ان تقضي على الجينات المقاومه. ويمكن التعبير ده أو النقطة دي اتكلم عنها الرئيس النهاردة في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، وده مقدمة لسؤال يا سيادة اللواء، إنه لافت للنظر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري النهاردة والخروج بهذه القرارات والتأكيد على الثوابت المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، ومع طبعا زي ما قلت لحضرتك كده وجود وزير الخارجية الأمريكي، بتقرأ ده إزاي؟ النهاردة أمريكا اللي المفروض انها يعني اكبر دوله في المجتمع الدولي ولها مسؤوليات، المشكله الكبرى ان هي اللي واقفه السند لهذه الدوله، ما هياش وسيط نزيه. المشكله كلها انها حتى محركه المجتمع الغربي ضد الفلسطينيين. يعني وزير خارجيتها جاي بيطلب يتكلم مفهوم راجل مسؤول على المستوى العالمي، فمتى
تأخذ أمريكا تتحمل مسؤولياتها. دي المشكلة، ولذلك السبب لما بيؤكد ليه الثوابت دي ده أهم حاجة. وضحت يا فندم، وضحت يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء نصر سالم المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. لقاء الرئيس النهارده مع وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن، وطبعا كان العنوان الاهم بكل تاكيد ايه اللي بيحصل في الاراضي الفلسطينيه، وجهه النظر المصريه في التعامل مع هذه الازمه، الثوابت اللي احنا بنتكلم عنها. والحقيقه في تصريحات قويه للرئيس بهذا الخصوص لما اتكلم على ان الازمه الحاليه ما بين فلسطين واسرائيل هي أزمة كبيرة جدا، وردت الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس وتحول للعقاب الجماعي، لعقاب الجماعي لقطاع غزة. قال كمان الرئيس أن اللي حصل من 9 أيام كان صعب، ما فيش كلام، وبندينه، لكن في تراكم للغضب وللكراهية على مدار 40 سنة، لأنه ما كانش في أي أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. قال كمان سيادة الرئيس أن الأزمة الحالية من الممكن أن يكون لها تداعيات بكل تأكيد على منطقة الشرق الأوسط، وأن الجهود لازم تبذل بشكل قوي لاحتواء الموقف. قال الرئيس كمان أن في جهود بتبذل بالفعل للتهدئة، تهدئة الأوضاع والتوتر الموجود حاليا، وأن احتواء الأزمة هو أمر في منتهى الأهمية بعد طبعا سقوط العشرات أو المئات من المواطنين. أنا بقى كمان لازم نقف إنه الكلام بتاع الرئيس بالأرقام، ومش بس في الوضع الحالي في الأزمة الحالية، لكن على مدار 5 جولات من الحروب طبعا على أهالينا في قطاع غزة، إنه قتلاكم كام وشهدائنا كام، عدد المصابين، الأطفال. فطبعا ده مهم، لأنك أنت برضو الإعلام الدولي فيه مغالطات، وكل الكلام دلوقتي عن إيه اللي بيحصل لإسرائيل، إيه المصابين، مين القتلة، لكن على الجانب الآخر كأن إحنا مش موجودين. فعشان كده الرئيس مثلا قال إحنا عندنا في 5 جولات من الحروب في 12500 فلسطيني، في إسرائيل كان 2700، لكن عندنا منهم 1500 في الأزمة الأخيرة. وقال طبعا الرئيس ان اللي بقوله ده بياناته متاحه وموجوده للجميع. في عندنا 100,000 مصاب فلسطيني في مقابل 12,000 من اسرائيل. من الاطفال 2500 طفل فلسطيني، من اسرائيل 150 طفل. الكلام ده زي ما بقول لحضرتكم مهم جدا، لان لقاء وزير الخارجيه الامريكي طبعا في الجوله في منطقه الشرق الاوسط، وشفنا طبعا كان موجود في الاردن، موجود في الامارات، في السعوديه، فكل اللي بيحصل في كل اللقاءات دي بيبقى فيه عناوين، بيبقى فيه تصريحات الرؤساء. فلما الرئيس النهارده يتكلم بالارقام ويقول يعني على الجانب الاسرائيلي ايه اللي حصل، وعلى الجانب الفلسطيني عدد الشهداء والمصابين في الجولات المختلفه من الحروب للاسف الشديد، ده شيء مهم. وحتى الرئيس يعني لما يقولك ده عقاب جماعي، وانه تجاوز حق الدفاع عن النفس، وانه احنا بنرفض مسألة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، انه لازم يكون في حل شامل وعادل لهذه القضية، والتأكيد على حل الدولتين، وبكل تأكيد على المسار التاني زي ما بدأت وقلت لحضراتكم، المسار الإنساني، ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة. خلونا نتابع في التقرير اللي جاي. اهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك وبيوفي المرافق. انا عارف ان انت دي اخر محطه في مهلتك الكبيره، وده جهد كبير قوي انت بذلته. واسمح لي اقول لك ان الازمه اللي بتكون في منطقتنا هي ازمه غير مسبوقه، بتحتاج مننا ان احنا نعمل بقوه وبعزيمه من اجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي ان انا ابدا كلامي بنقطه في منتهى الاهميه، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتكون بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على 5 جولات او 5 جولات من الصراع ما بين قطاع غزه وما بين اسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقه امر في منتهى الاهميه. في ال5 جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الارقام اللي انا هقولها دي، وانا بذكرها من باب ان احنا نبقى قد ايه تاخيرنا في حسم وايجاد حل لهذه الازمه هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال ال5 جولات دول سقط من الفلسطينيين 12,500 فلسطيني من المدنيين.
من الجانب الاسرائيلي سقط منهم 2700 منهم ال 1500 اللي سقطوا في الازمه الاخيره. اللي انا بقوله دي بيانات موجوده ومتاحه للجميع. فيما يخص الاطفال او المصابين قبل ما اتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن اسرائيل 12,000 مصاب. من الاطفال سقط 2500 طفل فلسطيني وسقط من اسرائيل 150 طفل. انا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجيه، لان احنا الازمه اللي موجوده ازمه كبيره جدا، ورد الفعل اللي موجود اتحسب انه يتجاوز رد فعل حق الدفاع عن النفس من جانب اسرائيل، ويتحول الى عقاب جماعي لقطاع غزه اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث في من 9 ايام كان كتير وصعب، مفيش كلام، واحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبت على مدى اكثر من 40 سنه، ان مفيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، أنت تحدثت وقلت أنك إنسان يهودي، وأنا اسمح لي أقول لك إن أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربيه والاسلاميه ان تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في اوروبا، يمكن في اسبانيا، يمكن في دول اخرى، لكن في بلادنا العربيه والاسلاميه ما حصلش ده. أنا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم، ومهم جدا جدا إن إحنا نخفض التوتر وأيضا نيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن النهارده إحنا بنتكلم على قطاع محاصر لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهارده ابتدت في ازمه خبز تتداعى. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا. انتم موجودين هنا في المنطقه عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضيه والعالمين الى حد ما باسباب الازمات دي. لماذا قتل السادات؟ ولماذا قتل رابين؟ ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مش عايز اقطع عليك، ورحب بك اهلا وسهلا بالوفد المرافق دي، وان شاء الله يكون لقائنا ده فرصه كبيره جدا جدا وقوه دفع الى ايجاد حل للازمه الحاليه. Thank you very much Mr. President. As always it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them, but inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last
days, I think it's clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you. اللي قاله وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحلها، قال إن في طريقين للتعامل مع الملف ده. الأول هو طريق التعاون والعمل المشترك، والطريق الثاني هو طريق حماس، وده طريق على وصف أو حد تعبيره طريق خراب ورعب. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية راغبة في مسألة التعاون والتنسيق والتطبيع للتعامل مع هذه الأزمة، ونحن نحط رجلينا على أول الطريق الصحيح إن إحنا يعني نحل المشكلة دي. معانا على تليفون للتعليق دكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب طبعا والمفكر السياسي الكبير وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير دكتور عبد المنعم، برحب بسيادتك يا فندم. اهلا، مساء النور. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا بيك دكتور عبد المنعم. في البدايه يعني احب طبعا اسمع تعليق حضرتك على هذا اللقاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفنا تجاه القضيه الفلسطينيه. يعني هو عندنا القضيه الفلسطينيه بقت مجزأة، لدينا القضيه القديمه اللي بدات من 48، ثم القضيه اللي بقت 67، ثم القضيه التي يعني جاءت بعد محاولات سلام جرت في اطار اتفاقيات اوسلو، وللاسف تعرض هذا الاتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين على اقامه سلطه وطنيه فلسطينيه على الأراضي الفلسطينية لأول مرة في التاريخ، من أجل أن يكون ذلك تمهيدا ومسارا لقيام الدولة الفلسطينية. الوضع الحالي يحدد المرحلة الحالية التي فيها جرى التطرف بأشكال مختلفة، لكن أهم شكلين هو أن السلطة الإسرائيلية حصلت فيها تحولات جوهريه نحو انواع من التطرف الديني والتطرف الفاشي في اتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه الاراضي الفلسطينيه. في مخالفات صريحه لاتفاقيات اوسلو زادت عمليات الاستيطان في المنطقه سي، وزادت ايضا عمليات القاع والتدخل والاقتحام للأماكن المقدسة التي جرى تنظيم التعامل معها في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، والتي على أساسها تقوم الأردن بالمهام التي كانت تقوم بها في القدس قبل عام 67. فهنا أصبح لدينا جانب متطرف للغاية على الجانب الفلسطيني الذي يعني كان لديه موجودة قديمة في أنه قيام سلطة حماس انقلاب على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي أصبح دكتور عبد المنعم معلش بقى هعتذر وأسفل حضرتك بس نتحرك بالتليفون يا فندم، الصوت ما هوش واضح. معلش يا فندم. يعني عايز اقول ان بقى لدينا السلطه الحماس تقوم باتخاذ قرارات الحرب والسلام، ليس فقط للشعب الفلسطيني ولكن ايضا احيانا للامه العربيه كلها. تمام. يعني بحيث ان الان نحن نرى الحرب الغزه الخامسه، واللي كان دايما بيبقى لها سيناريو ضد غزه
صواريخ على إسرائيل، تقوم إسرائيل برد وحشي على قطاع غزة. نبدأ بالتهدئة الدولي وندعو ونقول إن هو مستوى المعايير، ويعني أمور كثيرة نقولها. صحيح. الجانب الإسرائيلي يقول هم اللي بدأوا، فيبقى عندنا مشكلة دايما تتحل ولا تحل، يعني تحل وقتيا. وقتيا. وأحيانا يعني في آخر حرب مصر دخلت في هذا الموضوع كما اعتادت، وقدمت معونات كبيرة ووعدت ورصدت حوالي نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة. الآن لدينا نقص جديد يظهر فيه حالة حماس إنها حققت نجاح أول يوم 7 أكتوبر، ثم بعد ذلك بدأت تداعيات الموقف كما اعتدناها في الحروب السابقة. والآن فإن مصر ولقائها مع بلينكن الرئيس السيسي وبلينكن والعلاقات القوية اللي مصر عاملاها على مستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وأنا من هنا من بوسطن سمعت وأرحب جدا بأن يكون هناك لقاء إقليمي عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية. أعتقد أن احنا بنبتدي نضع أول خطوات تهدئة في هذه الأزمة. لكن أريد أن أقول هنا أيضا علينا أن نفكر في أشكال جديدة من المبادرات، منها لابد من إعادة الاحترام الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هي الممثل الوحيد الذي يعرف العالم رسميا سواء في الأمم المتحدة أو في الإطار الدولي ككل. يعني أعتقد أنه آن الأوان لإصلاح الجانب الفلسطيني مع إصلاح غزة مرة أخرى وإنقاذ شعبها الذي يقع تحت أقصى أنواع العنف والتدمير والقتل من الجانب الإسلامي. حضرتك هنا دكتور عبنان بتشير لترتيبات متعلقة بالبيت الفلسطيني من الداخل، يعني لما مصر في العالمين استضافنا اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية ومحاولة بقى لإيجاد الترتيبات والانتخابات، طبعا ما كانش فيه نتائج إيجابية كبيرة، فحضرتك بتقول إن دي لازم تكون خطوة أولى في التعامل مع الملف ده بالإضافة طبعا للمسار السياسي. طول المسألة التي قررها العالم العربي وهي أن منظمة التحرير الأول الجامعة العربية أنها ممثلة للشعب ثم سنة 74 اعترف فيها جميع الدول العربية في قمة مصر الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ثم أخذنا ذلك إلى الأمم المتحدة. تمام. التحرير عضو مراقبا في الأمم المتحدة. بمعنى إيه؟ إن أنا بقول حتى نستطيع أن نحقق أولا رفع الضنك الحالي الموجود عن الشعب الفلسطيني في غزة، ثانيا إن إحنا أيضا نرفعه عن الموجودين في الضفة الغربية، ثالثا إن إحنا نعود مرة أخرى إلى اتفاق أوسلو اللي هو جرى الاتفاق عليه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن قبل أيضا السلطة الإسرائيلية. أيوة. ثم بعد ذلك ننظر في إطار أمن إقليمي الحديث بقى عن كل ما جرى في السلام الإبراهيمي، محاولات اللي جرت مع المملكة العربية السعودية، العلاقات المصرية الإسرائيلية والأردنية الإسرائيلية. بمعنى أن المنطقة كلها تحتاج إلى التنمية والإصلاح والإصدار. ظل هذه الحروب المتوالية سيؤدي إلى عدم استقرار يضر جميع الأطراف في المنطقة. نتمنى هذا. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور عبنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، بشكرك يا فندم. طيب في عندنا بمناسبة كلامنا عن يعني يكون زي ما مصر دعت من خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يكون في قمة إقليمية دولية، كل منظمات كل الجهات المعنية تكون حاضرة ونعمل خارطة الطريق ونتكلم بقى عن مسألة يكون في حل نهائي لهذه الأزمة ومسار المتعلق طبعا بحل الدولتين. في عندنا بيان كان لسه من دقايق، بيان خرج من جامعة الدول العربية والاتحاد
الاتحاد الافريقي بيان مشترك ما بينهم، كانوا بيطالبوا فيه بانه يبقى في وقف فوري للاعمال العسكريه في قطاع غزه، وضروره ان يبقى في جهود تبذل بشكل كبير لتوفير المساعدات الانسانيه طبعا لاكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزه، وعدد طبعا من الامور. احنا بنتكلم على مواقف، يعني اي حد منصف هيقول الكلام ده، يعني مصر، الدول العربيه، الاتحاد الافريقي، في امور واضحه، في امور ما فيهاش لبس، فانك توزن الامور يعني بميزان مختلف ويبقى في انحياز كامل للجانب الفلسطيني، فبالتالي ده شيء غير منصف. انت بتتكلم في، يعني انت العين شايفه قصف متواصل، مقاومات الحياه الانسانيه ما هياش موجود، حصار، تجويع، محاوله لتهجير الفلسطينيين، محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه، فبالتالي هذه المواقف الثابته في التعامل مع هذه الازمه زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي. وحتى رئيس مجلس النواب المصري كان ليه كلمه مهمه هقولها لحضراتكم بخصوص الاحداث اللي حصلت وبتحصل في الأراضي الفلسطينية. بس الأول عندنا السفير الفلسطيني بالقاهرة معالي السفير دياب اللوح، كان عامل النهاردة مؤتمر صحفي بخصوص طبعا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واتكلم طبعا عن يعني شرح للموقف الفلسطيني، شكر وتأييد وتسمين للدور المصري في التعامل مع هذا الملف. خلونا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي لسفير دولة فلسطين بالقاهرة ونرجع لحضراتكم تاني. في ظل التطورات الحادثة في فلسطين وتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، مطلوب من كافة الأطراف، الأشقاء والأصدقاء والعالم والمجتمع الدولي، العمل على فتح ممرات إنسانية، إعادة ربط قطاع غزة بالخدمات الحيوية خاصة الكهرباء والمياه، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لإغاثة المواطنين الفلسطينيين خاصة في المجال الطبي، وعدد تفعيل وتشغيل القطاع الصحي الذي هو شبه منهار في قطاع غزة. 2. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليس في قطاع غزة فقط وإنما في أنحاء الضفة الغربية والقدس. 3. التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني بشكل عاجل لوقف هذا العدوان بشكل نهائي، وإطلاق مبادرة سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة في خطوط عام 67 وعاصمة القدس، جنبا إلى جنب إلى دول وشعوب المنطقة والعالم، لكي يعيش الشعب الفلسطيني ويعيش أطفال الشعب الفلسطيني بأمن وسلام كاملين. نحن نشكر مصر شعبا وقيادة، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته منذ اللحظة الأولى لإجراء اتصالات مع كل الأطراف من أجل وقف هذا العدوان، ونشكر فخامة الرئيس على تسيير قوافل الإغاثة التي ما زالت تنتظر بوابة معبر رفح للدخول إلى غزة، ونشكره أيضا على تقديره وتقييمه العالي بعدم السماح بتهجير أبناء قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، لأن من شأن ذلك أن ينهي وأن يشطب القضية الفلسطينية التي مصر ورئيسها وقيادتها حريصة كل الحرص أن تبقى حية نابضة على طاولة المجتمع الدولي حتى تجد حلا عادلا لها. معالي المستشار كمان دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الحقيقة كان ليه كلمة النهاردة وعدد من الرسائل القوية بخصوص القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت منها، بدأ بيها جلسة النهاردة لمجلس النواب. 7 نقاط أو 7 رسائل هقول لحضراتكم كده سريعا العناوين، لأن طبعا رسائل مهمة جدا. رئيس مجلس النواب قال إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى، قال كمان إن الدولة المصرية لم ولن تألو يوما جهدا في دعم القضية الفلسطينية، وإن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط راسخ بتمليه رابطة الدم مع شعب الفلسطيني الأبي وكمان اعتبارات الأمن القومي. قال إن الاحتلال هو
ما يحدث الآن كاشف عن فشل محاولات البعض لتزويب هوية الشعب الفلسطيني ونحر قضيته بالتقادم. حصار قطاع غزة وقطع كافة سبل الإغاثة عنه ودفع سكانه لترك منازلهم عنوة والتوجه جنوبا هو أمر محظور بموجب القوانين الدولية ويتنافى مع الأعراف الإنسانية. قال كمان رئيس مجلس النواب إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري. وأكد كمان دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر. كل اللي احنا بنقوله ده اتصالات ويعني جهود سياسية ودبلوماسية، لكن الخطوة الأولى والمهمة هو إنقاذ حياة الآلاف، إنقاذ حياة المواطنين في قطاع غزة اللي عايشين طبعا في ظروف في منتهى الصعوبة وغير مقبولة تحت أي عنوان أو تحت أي مبرر تتنافى مع القوانين الإنسانية ومع ضماير أي حد يكون فعلا شاعر بالإنسان وبمعاناته. علشان كده الأولوية زي ما بتأكد الدولة المصرية هي أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل وفوري لأهلينا في قطاع غزة. كنت امبارح بكلم حضراتكم، كانت معنا دكتورة نهى طلعت أمين عام التحالف، وكانت بتقول لي إحنا خلاص أهو داخلين على عريش، داخلين على المعبر ومعانا قافلة 106 قاطرة فيها كل شيء، يعني كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية. وقالت لي حرفا كده دي مجرد مقدمة، لكن طبعا احنا بنحضر ويعني شغالين بكل تأكيد علشان نقدر ان احنا نوصل ده لشعبنا في غزة. ده غير طبعا مطار العريش اللي يعني مصر موجودة بالشغل وبالقوافل، ده غير طبعا يعني شعوب عربية ومنظمات إنسانية بعتة، ومطار العريش يعني الطيارات واقفة فيها في انتظار طبعا انه تدخل لقطاع غزة. معانا على تليفون دلوقتي دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري. دكتور رامي مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ لبنى، مساء الخير على المستمعين. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور رامي، يعني قول لنا ايه اللي بيحصل بالظبط، انتوا بتعملوا ايه دلوقتي، ازاي مستعدين انتظارا لوصول المساعدات ان شاء الله يا رب. تمام يا فندم، في الاول طبعا ربنا يكون في عون الشهداء والجرحى والمصابين، وان شاء الله الامور تتحسن. منذ بدايه الاحداث واحنا بنتابع مع الهلال الاحمر الفلسطيني الوضع على مدار الساعه من حيث عدد الجرحى، عدد المصابين، التلفيات حتى اللي حصلت في تيارات الاتعاب بتاعتهم عندهم في عشان نشوف احتياجاتهم ايه والاحتياجات ايه، وطبعا الاوضاع داخل غزه من ناحيه حتى اقامه الناس في المدارس او المخيمات. اول بعد 4 قالوا لكم ايه بقى وضعهم ايه، ايه الحاجات اللي احنا محتاج، طبعا عارفه ان هو في احتياج لكل شيء تقريبا يعني، بس الاحتياجات دي احنا ازاي بنقدر نوفرها او بنشتغل عليها دكتور رامي؟ الاولويات طبعا كانت المواد الغذائيه والمياه وثالث حاجه المستلزمات والمستهلكات والادويه الطبيه. دوت اللي رصدناه مع الجانب الهلال الاحمر الفلسطيني. عايز اقول ان احنا بعد 24 ساعه وصلنا اول مساندات للجانب الثاني، كان ساعتها يعني الامور متيسره اكثر من الوضع الحالي، وقدرنا ان احنا نوصل مساعدات تحت الشاره الدوليه للهلال الاحمر والصليب الاحمر اللي بتبقى ده امتى؟ امتى يا دكتور رامي معلش تاني؟ بعد 24 ساعة من وقوع الأحداث وصلنا أول ده قبل ما إسرائيل تعمل قرار بالحصار يعني ومنع أي حاجة، مش كده؟ بالظبط كده، مظبوط كده. عايز أقول إن الهلال الأحمر المصري هو جزء من الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب على مستوى العالم. جزء من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي هي مكونات الحركة الدولية، هي طبعًا المساعدة في الممرات الإنسانية، وإنها تقدر برضو تساعد على توصيل الصوت ورفع الصوت زي ما احنا بالنادي والدولة المصرية بتنادي طول الوقت ناحية إن الطرف الثاني يقدر إن هو يوصل المساعدات أو يساعدنا على توصيل المساعدات. تم تجهيز أكثر من 250 طن من المساعدات من الجمعية الهلال الأحمر المصري والجهات الشريكة وزارة الصحة، بالإضافة طبعا إلى استقبال كثير من الطائرات اللي جت من دول زي الاردن والامارات وتركيا. الحاجات دي كلها استلمناها، الناس فرزت المكونات، عملت الشيك ليست بالشكل السليم، اتخزنت طبقا للتخزين بتاعها السليم، وتحملت
في جزء اتعمل على العربيات، وان شاء الله في انتظار يعني فتح المعبر بشكل سليم هنعدي على طول ان شاء الله يا رب قريب ان شاء الله. عايز اقول برضو ان احنا يعني الجهات الدوله كلها بتساعدنا بكل ما اوتينا من قوه من اجل تسجيل جميع العقوبات اللازمه لتجهيز كل المعدات ديت، حيث طبعا ده فريق عمل كبير في اكثر من 250 متطوع وموظف من الهلال الاحمر المصري بيعمل على مدار الساعه من اجل هذا الموقف. حضرتك وانت بتتكلم من عينيا على الشاشة دلوقتي وعلى صور للقافلة، الحقيقة يعني آلاف الكيلومترات أنا شايفة، يعني أنا امبارح كان الدكتورة نهى بتقول لي يعني 45 كيلو تقريبا طول القافلة، كل الجمعيات المدنية منظمات المجتمع المدني الهلال الأحمر كل اللي شغال وبننسق مع بعض للمساعدات إنها تكون جاهزة وتكون حاضرة إنها توصل لأهالينا في قطاع غزة إن شاء الله. إن شاء الله ده يحصل قريب جدا جدا، لأنه طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، لأنه تلاحظوا بعد ما هياش مزايدة وما هياش انك بتقول عشان احنا مصريين وهنفخر بنفسنا، بس حقك انك تعمل كده. لما مصر امبارح تطلع بقوة في وش اسرائيل وامريكا وتقول لا المساعدات الاول، ما تقوليش اجانب ولا رعاية ولا جوازات سفر مزدوجة والكلام ده كله، ادخل مساعدات انسانية الاول على طول. اديك شايفين التصريحات بقت بتتكلم بقى عن السلام عن الحل عن الكلام ده كله، لكن قبل كده الموضوع كله احنا مع اسرائيل، احنا مع حرب على حرب اسرائيل، دعمها كله سلاح كله حرب كله انتقام، لكن كلام عن السلام كلام عن الحل تنسيق في مسألة توصيل المساعدات الكلام ده ما حصلش. فان شاء الله ده يحصل قريب قوي توصل المساعدات لقطاع غزة، محاولة لتخفيف طبعا الوضع الصعب عليهم. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية ونكمل أخبار. بنرحب بحضراتكم معانا مره تانية. امبارح كانت بدايه تنفيذ المبادره اللي اتفقت عليها الحكومه مع اتحاد الغرف التجاريه ومع القطاع الخاص في مساله التخفيضات المتعلقه بسبع سلع اساسيه بنسبه تخفيض من 15 ل 25% اللي هم تاني السكر، الزيت، الرز، الفول، العدس، الالبان، الجبنه والمكرونه، تخفيضات زي ما بقول لكم من 15 ل 25%، البيض والدواجن كمان 15% تخفيض. احنا بنتابع المبادرة دي مع حضراتكم، هنتابعها يوميا ونشوف ازاي مدى الالتزام بيها وازاي بتسمع في الاسواق، لكن في نقطة متعلقة بسعر السكر تحديدا. السكر الحر اللي هو اللي مش موجود او يعني اللي بيبقى في المحلات عادي، مش اللي هو ملوش تبع او مش علاقة ملوش علاقة ببطاقة التموين، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية النهاردة يعني ألزمت كل الشركات اللي بتقوم بتعبئة السكر الحر اللي هو مش موجود في بطاقات التموين ان يكون السعر موجود وظاهر على العبوات المعدة للبيع بكل المنافذ، وانه يكون الكلام ده موجود ومكتوب بخط واضح، ما يبقى صعب ان هو يتشال في يعني او يتم محوه في ظروف التداول العادية. اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك، وطبعا تاريخ الانتاج والصلاحيه والكلام ده كله. فيعني اكيد خطوه مهمه ان شاء الله، يبقى ما تبقاش المساله بقى خاضعه للاهواء وان كل حد يحط السعر اللي على مزاجه، فتظبط السوق شويه ويكون في التزام من التجار، ان البعض بينهم طبعا بيحصل التجاوز والتلاعب علشان موضوع السكر ده زادت اسعاره بشكل لافت خلال الفتره الاخيره، ومن هنا كان قرار وزاره التموين النهارده. متابعتنا اليومية بقى لملف الانتخابات الرئاسية. النهاردة لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة قاموا بفحص أو انتهوا من فحص طلبات الترشح الأربعة اللي اتقدم بيها المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي دكتور فريد زهران، والمرشح الرئاسي دكتور عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي دكتور حازم عمر، وطبعا دول المرشحين الأربعة. بكرة إن شاء الله بقى هيتم الإعلان بشكل رسمي عن
القائمة النهائية طبعا أو القائمة المبدئية للمرشحين بالفعل اللي يعني توفرت عليهم الشروط وكله تمام. دي الإعلان أو ده هيكون الإعلان المبدئي، وبعد كده هيكون في فترة للطعون، تلقي الطعون والفصل فيها، وبعد كده لما المسألة دي تنتهي تماما يبقى في إعلان عن القائمة النهائية. فده آخر الأمور المتعلقة بالموضوع ده. كمان النهاردة الهيئة قامت بتشكيل لجان لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية. عارفين أنه بعد ما خلاص القائمة النهائية تعلم هتبقى فترة الدعاية الانتخابية، وبعد كده إن شاء الله بنقوم بالتصويت. ففترة الدعاية الانتخابية في ضوابط بالنسبة لسقف الدعاية الانتخابية، الإعلام بيحصل إيه، تجاوزات، الكلام ده كله. فهيكون في لجان اتشكلت لهذا الغرض. طيب بالنسبة لحملة المرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي، طبعا احنا ملاحظين طوال الفترة اللي فاتت عدد من اللقاءات والاجتماعات اللي بتقوم بيها الحملة بوفود بتيجي من القوى السياسية والأحزاب المختلفة، القوى المجتمعية، النقابات، الشباب. فالنهاردة كان في وفد راح لحملة المرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي، وفد من النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج. كمان في عندنا نقابة المهن التمثيلية، كان في وفد منهم برضو النهارده راح والتقى بالحمله. في كمان عندنا حزب الجيل، هو كمان النهارده كان موجود في مقر الحمله الانتخابيه. فكلها امور بتتم في الوقت الحالي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وكمان يمكن قاسم مشترك ما بين كل الوفود اللي بتروح الحمله هي مساله التوعيه باهميه المشاركه الايجابيه للمواطن المصري في العمليه الانتخابيه. بكرة كمان المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري هيبقى عنده مؤتمر صحفي علشان يعلن عن تفاصيل برنامجه الانتخابي. المؤتمر ده هيكون في مقر الحزب، فطبعا هيتكلم عن البرنامج الانتخابي الخاص بيه، يعني رؤيته في التعامل مع التحديات مع ملفات الدولة المختلفة. ما دام احنا بقى اتكلمنا في الانتخابات وفي اجواء الانتخابات، لسه بقول لكم بعد ما تنتهي بقى الفتره اللي جايه بالطعون بالقائمه النهائيه وبالدعايه هندخل في مساله التصويت. وبطبيعه الحال دايما بيكون التصويت بدايته تصويت المصريين في الخارج. فقره ثابته كنت بقولها لحضراتكم كل يوم حد، عنينا دايما على المصريين في الخارج، فقره بعنوان حق بلدنا بنشوف، وهم دايما في قلب يعني كل مواطن مصري، وهم في قلب بلدهم وبلدهم في قلبهم، انه ازاي دورهم موجود وثابت. دايما بقول هم سفرائنا في الخارج، وهم دايما موجودين في الصفوف الاولى في الاستحقاقات الانتخابيه المختلفه. معانا النهارده من الامارات المستشار محمد عبد الرازق احد اعضاء الجاليه المصريه في الامارات، وكان سبق ومشرفنا هنا في البرنامج. اهلا وسهلا بيك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك زورنا، ده شرف لينا. الله يخليك، الشرف لينا يا فندم. في البداية يعني ايه الرؤية، انتوا شايفين ازاي اجواء الانتخابات الرئاسية، ازاي بتتابعوا الاجراءات؟ لسه كنت بتكلم عن المرشحين، شغل الهيئة الوطنية، عينكم شايفة ازاي الانتخابات يا فندم؟ والله يا فندم احنا يعني جزء لا يتجزأ زي ما حضرتك تفضلتي واعلنتي من شوية، احنا جزء كمصريين في الخارج، جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية. ولما قانون مباشرة الحقوق السياسية تكلم في هذه الجزئية، قال إن حق الانتخابات لكل مواطن أو مواطنة بلغ سن 18 سنة ويتمتع بحقوق المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة البيانات. تمام. فإحنا كمصريين في الخارج عندنا الشغف إن إحنا ندعم استقرار بلدنا في ظل الوضع الراهن. ومن ساعة ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح واحنا في متابعه حساسه للوضع في مصر. تمام. لان اهلنا في مصر ده مستقبلنا ومستقبل اهلنا. طب. واحنا كمان بنكون العين بتاعه المصريين اللي في الداخل، شايفين ايه الاختلافات في نزولنا في الاجازات اللي بننزلها في متابعتنا من وقت للتاني للاحداث. فاحنا عندنا رؤيه اعم واشمل، بنقول كده بان احنا عندنا رؤيه اعم واشمل من الحاصل في مصر، لان احنا بعينينا بنشوف التغيرات اليوميه. صحيح. او بنشوف التغيرات اللي احنا شايفينها في الوضع. صحيح. بشكل مستمر. صحيح صحيح. جهود جميله عملاها الهيئه الوطنيه بصراحه، واحنا عندنا كل الثقه في القضاه والساده المستشارين. وممارسه الحقوق السياسيه اللي واجب على كل مصري
ومصريه في الوقت الحالي سواء كان في الداخل او في الخارج، ان هو يشارك في هذا العرس الانتخابي، هذا الحدث الذي ليس له مثيل، هذا الحدث الذي يحث على استقرار والتنميه في الفتره القادمه لمصر. وده حق كفله الدستور وفقا للماده 87 الدستور المصري 2014، حق كفله لكل مواطن مصري. فاحنا بنمارس حقنا السياسي. طيب احنا بنتكلم في جالية قوامها قد ايه؟ انا عارفة في دولة الامارات برضو في عدد محترم من المصريين، ازاي بتنسقوا مع بعض؟ ازاي يبقى في برضو ايجابية الحس على المشاركة؟ قولي بنعمل ايه؟ احنا كمصريين في الامارات يعني تجاوز عددنا وفقا للمعلن الرسمي اكتر من 700,000 مصري. وبداية من يوم 29 سبتمبر بصراحة جهود معالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الإمارات، والسفير أشرف الديب القنصل العام بدبي، لأن احنا عندنا في لجنتين انتخابيتين في القنصلية المصرية بدبي، وهي ديت بتستحوذ على دبي والإمارات الشمالية، واللجنة الثانية وهي السفارة المصرية بأبو ظبي، وديت بتحتوي على المنطقة الجغرافية أبو ظبي والظفرة والعين وكل ما هو متعلق بأبو ظبي. تمام. بدأوا بالفعل معالي السفير شريف البديوي شريف عيسى والسفير أشرف الديب بفتح وإتاحة الفرصة للمصريين في الإمارات بالمشاركة في عمل توكيلات التأييدات للمترشحين. كويس. والموضوع استمر من يوم 29 سبتمبر لحد يوم الجمعة يوم 13 أكتوبر. وكانت مشاركة يعني كويسة وإيجابية، وكانوا مسهلين العملية وخصصوا شبابيك معينة بحيث أن التوكيلات أعلنوا صراحة على الصفحات بتاعة القنصلية والسفارة، وتم الترويج لهذه الصفحات بين أبناء المصريين في الإمارات والجروبات الخاصة بالجالية والأندية المصرية بالإمارات وصندوق التكافل المصري بالإمارات وأعضائه. وكان في مشاركة كويسة صراحة من المصريين، لأن هم شايفين ده دور وحق في التأييد واختيار المرشح المحتمل. وكان الموضوع ماشي يعني بصراحة بحاجة مشرفة للمصريين في الإمارات والمصريين عموما. لسه بقى اللي جاي بقى ندخل في الجد أكتر كمان، ومع الدعاية ومع السباق الانتخابي، يعني إن شاء الله دايما المصريين في الخارج بيشرفونا بمشاركتهم الكبيرة والإيجابية عشان بلدهم ومستقبل أفضل ليها إن شاء الله. وهنتابع مع حضراتكم إن شاء الله معالي المستشار محمد عبد الرازق أحد أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات. بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل بإذن الله الكاتب الصحفي أستاذ بلال الدوي، وقراءة طبعا في أهم الملفات، وبكل تأكيد أهم ملف شغلنا وشاغل العالم كله في الوقت الحالي مع طبعا اختلاف المواقف اللي حضراتكم عارفينها ومتابعينها، القضية الفلسطينية، لقاء الرئيس النهاردة بوزير الخارجية، اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، قرارات في منتهى الأهمية تم اتخاذها النهاردة من بينها عقد قمة إقليمية دولية لبحث هذا الملف. بعد الفاصل مع أستاذ بلال الدوي. مسافه السكه لاهل فلسطين شعار رفعه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسه حياه كريمه، اللذان اطلق اليوم قافله من 106 قاطرات لدعم اهل فلسطين.
وضمت القافلة أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية و40,000 بطانية و80 خيمة و46,000 قطعة ملابس. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع. مسافة السكة لفلسطين، قافلة محترمة، قافلة بتعبر عن شعور ملايين المصريين في انتظار دخولها لمعبر رفح والوصول لأشقائنا في غزة. ده الموضوع الأهم اللي بتأكد عليه الدولة المصرية واللي بتناور وبتضغط علشان يتحقق هذا الهدف بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي مساوبات. الحقيقة لما نرجع للحدث المهم اللي حصل النهاردة هو اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، هو حادث جلل، مجلس قوامه يعني بتتكلم على جهات مهمة وتقيلة في البلد، مجلس ما بيجتمعش يعني ما فيش اجتماعات دورية، ده بيجتمع فقط في الأزمات والكوارث وأي حاجة تهدد الأمن القومي المصري زي ما هو كده عنوان المجلس. فبالتالي القرارات المهمة اللي تم اتخاذها النهاردة والثوابت اللي تم التأكيد عليها إن الأمن القومي المصري هو خط أحمر، أنه رفض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، رفض للتهجير القسري، أهمية وصول المساعدات لأشقائنا في غزة، حل الدولتين، ده هو الطريق الوحيد والسبيل لإنهاء هذه الأزمة والبعد طبعا عن دوامة الصراعات. أمن مصر القومي زي ما قلت لحضراتكم خط أحمر، دي ثوابت مهمة، لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري. ده غير طبعا دعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية للتعامل وتناول هذا الملف وتناول تطورات مستقبل هذه القضية. تصريحات كمان مهمة وقوية الحقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، برضو يعني مهمة قوي، والرئيس بيشرح ايه اللي حصل للقضية الفلسطينية وازاي على مدار العقود المختلفة بالأرقام، وكان ذهن الرئيس طبعا كما هو احنا دايما متابعين ما شاء الله ما فيش ورقه وقلم، ده انا بقول لك ارقام شهداء الفلسطينيين في مقابل قتل الاسرائيليين، الاصابات كانت قد ايه هنا وهنا، الشهداء حتى الاطفال الصغيرين من الجانبين، علشان تكون الحقيقه واضحه امام الكل، علشان الاعلام الدولي اللي بيتناول الملف ده بمغالطات وانحياز يعني للجانب الاسرائيلي تبقى المساله معروفه، انه احنا رافضين لاي عنف، لكن في نفس الوقت الموضوع ما يكونش فيه تصفيه حسابات او يكون
زي ما قال الرئيس كده نصا يعني في تجاوز، في عقاب جماعي للمدنيين. على كل الأحوال تطورات مهمة بتأكد دايما على دور مصر التاريخي والثابت في حل هذه القضية والتعامل معها بحكم اعتبارات كتيرة، يعني التاريخ والجغرافيا ورابط الدم والأمن القومي. هنتكلم في ده مع أستاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي، دايما بيشرفنا في الحياة اليوم. مساء الخير يا أستاذ بلال. مساء الخير يا أستاذة، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. كلنا عينينا على اللي بيحصل في غزة، متابعين الأخبار، لكن في نفس الوقت بتشوف إزاي مصر وهي بتتعامل مع الملف ده تاريخيا في الفترة الحالية، شايف إزاي التحركات المصرية زي ما حتى أشرت في البداية كده للأحداث الجديدة اللي حصلت النهاردة. بص يا أستاذة، إحنا خلينا نتكلم في الأسبوعين اللي فاتوا كانوا من أهم 14 يوم من وجهة نظري مصر مرت بيهم خلال الفترة القليلة الماضية. خلينا نتكلم من مؤتمر حكاية وطن اللي كان فيه تركيز كبير جدا 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 على الأمن ثم الأمن ثم الأمن. صحيح. في كل الجلسات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدا على ربط كل الإنجازات اللي حصلت دي اللي كان بيقدمها كشف حساب للشعب المصري، كنا إيه وبقينا إيه. هو كان حريص على أن لولا الأمن والاستقرار والجهود والتضحيات والشهداء والوقفة اللي قامت بيها الجيش والشرطة في مقابل عودة مصر إلى سابق عهدها دولة عفية دولة يقظة، كل ده ما كانش هيحصل إلا بالأمن. بعد ما مؤتمر حكاية وطن خلص كان في الدعوة للنهضة التثقيفية بمناسبة 50 سنة على حرب أكتوبر، وشفنا برضو تركيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأمن وعلى الأجواء المحيطة بالشرق الأوسط والأحداث اللي بتحصل. ده صحيح. خلال الحفل برضو تخرج الكليات العسكرية احنا شفنا وجه آخر لمصر احنا ما شفناهوش قبل كده. يمكن كنا بنشوف حفلات تخرج للكليات العسكرية في السنوات الماضية، ولكن الحفل ده كان أكثر تميزا، ومن وجهة نظري كان رسالة لمن يعي، رسالة ردع، رسالة لمن يعي اللي عنده مخ وعقل. صحيح. في الداخل والخارج طبعا. بنقول ان احنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تصريحات غير ما هي تصريحات صائبة، كانت تصريحات رايحة لأولي الأمر، للناس اللي هم أصحاب التصريحات دي. يعني احنا بنقول إن الكلام اتقال وش على الهوى. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إن ضد تصفية القضية الفلسطينية، احنا بنتكلم عنها على أشقاء فلسطينيين موجودين في قطاع غزة يعانوا الأمرين من اختراقات واعتداءات وقصف ويعني حصار كامل. الرئيس أعلن عن أن مصر ترفض مثل هذه كل ما تقوم به إسرائيل، وبالتالي إحنا بنقول أن القضية الفلسطينية يحدث لها عملية وقد دفن قتل القضية، وده مرفوض طبعا. يعني إيه؟ يعني الأشقاء الفلسطينيين حينما يخرجوا، وده اللي لازم الشعب المصري يعرف الكلام ده، واللي احنا شايفينه في وسائل الاعلام العالميه حمله ممنهجه غير مسبوقه. جميع الخبراء الاستراتيجيين اللي انتشروا في كل وسائل الاعلام العالميه واللي بيتكلموا في كل وسائل الاعلام، اذا كانت في السي ان ان او البي بي سي او كل في الجارديان، كل وسائل الاعلام حتى الصحف والمواقع كله بيتكلم على لماذا لا تقوم مصر ب الحصول على مليون فلسطيني والسماح للمليون فلسطيني بالعبور من معبر رفح والإقامة في سيناء. كل الإعلام بينطق بهذا الجملة دي. احنا بنتكلم على خلاص المخطط واضح على عينك كتاجر، كله عايز ينفذ الكلام ده. مصر طلعت عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي قلنا ان ده مرفوض، ان مصر لن تسمح بتصفيه القضيه الفلسطينيه. لا، وقال الرئيس احنا في 9 مليون ضيف عندنا فعلا، بس دول ليهم اوطانهم وارضهم، لكن الوضع بالنسبه لفلسطين مختلف، انك فعلا مش هيكون في فلسطين، مفيش قضيه فلسطينيه. احنا عايزين نرد على الاسرائيليين والخبراء اللي بيطلعوا في القنوات اللي كترت قوي. اول مره السنه دي نشوف خبراء استراتيجيين اسرائيليين في كل القنوات. طبعا القنوات الاجنبيه وعدد من القنوات الثانيه اللي احنا بنشوفها بيطلعوا يتكلموا، يقول لك ولماذا لا تحصل مصر زي ما انا قلت لحضرتك. طيب، طب ما انا عندي سؤال ثاني، ما انت بتديني سؤال، طب انا ممكن ارد لك سؤال في وشك. الله، ولماذا لا يخرج الاسرائيليين من الارض؟ ولماذا لا يخرج الاسرائيليين من الارض الفلسطينيه؟ اللي حضرتك بتطالب الفلسطينيين بالخروج من اراضيهم، طب ما تخرج انت يا اخي من الارض الفلسطينيه. انت عايز الفلسطينيين يخرجوا ليه من اراضيهم؟ حضرتك في 48 كانت في نكبه. انت عايز تعمل نكبه جديده
نكبة بخروج الفلسطينيين من أراضيهم، نكبة جديدة أعتقد على العرب كلها هتنتهي القضية، ما عادش هيبقى في فلسطين. حضرتك جاي 48 كنت لاجئ، الأراضي حصلت عليها بالذراع وبالسلاح وعايز تنهي القضية. مصر الدولة الوحيدة التي تقف بموقف ثابت وموقف مشرف، الموقف المشرف ده من الشعب المصري ومن القيادة المصرية. والعلم حضرتك احنا بقالنا فترة، بقالنا اسبوعين ارى وانا موجود وسط الناس والرأي العام، ارى ان الرأي العام المصري يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييد مطلق في قضية غزة وفي قضية الامن وفي قضية المشروعات القومية اللي بتم. احنا بنتكلم عن دولة مصرية رفضت التهجير، والموضوع ده من زمان، الموضوع ده مخطط من زمان. الدولة حاسة بخطر، وانا بس عايز اقول للناس عشان انا هرجع ليك مرة تانية بسبب هذا الخطر واستشعار الخطر ده على مقاعدات الدولة المصرية وعلى امنها القومي. كان اجتماع مجلس الامن القومي المصري النهاردة اللي كنت بقول لحضراتكم قراراته، وكانت كلمة مهمة كمان من ممثلي الشعب المصري رئيس مجلس النواب دكتور حنفي الجبالي في بداية الجلسة النهاردة. معانا على التليفون، خليني ارحب بسيادة اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب والنائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن. مساء الخير يا سياده اللواء، سياده النائب، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذه لبنى، اهلا بك. يا اهلا وسهلا. يعني كلمه مهمه طبعا وجهها معالي المستشار دكتور حنفي الجبالي، واجتماع في منتهى وبالغ الاهميه طبعا في توقيته في القرارات اللي خرجت منه من مجلس الامن القومي المصري. رؤيه حضرتك ايه؟ وحضرتك كمان كنت حاضر الجلسه العامه واجتماع مجلس الامن، اتفضل يا فندم. اليوم طبعا ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض فيه طبعا تطورات الأحداث بالنسبة للأوضاع الإقليمية والدولية. نعم. وأعمال التصعيد اللي بتقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، أعمال غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ نكبة 48 وحتى الآن. أيوة. يمكن طبعا في أحداث 2008، أحداث 2021، أحداث 2022 لم يحدث مثل هذه جرائم الحرب اللي بترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، اللي هو يعني تستخدم كله ضده، كل يعني الأعمال الغير مشروعة والأعمال المخالفة للقانون الدولي الإنساني. النهاردة طبعا كل السيد رئيس المجلس البيان يعبر عن أراء كل النواب المجلس، بالإضافة لأن السادة النواب عبروا عما يدور في خاطرهم تجاه الشعب الفلسطيني والتعبير عن إرادة كل المصريين. أيوة. يعني مصر أكثر دولة قدمت تضحيات للشعب الفلسطيني، مصر القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة لها على رأس أولوياتها. مصر حقيقة تساند الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. وطبعا يعني سيادة الرئيس أعلن أن الأمن القومي المصري، موضوع التهجير القسري في اتجاه الأراضي المصرية ده مرفوض، لأن ده يضر بالقضية الفلسطينية ويضر بالشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة حلها على دول المجاورة، وده طبعا أمر مرفوض بالنسبة للقيادة السياسية المصرية. ويمكن القيادة المصرية من خلال الجهود والاتصالات الدولية مع الرؤساء العرب ومع رؤساء دول تركيا وفرنسا وغيرها من الدول الصديقة والدول اللي هي يعني ليها دور المفروض في حل النزاع العربي الإسرائيلي. ويمكن عشان كده كان من ضمن قرارات مجلس الأمن القومي المصري، عايز أسأل حضرتك برضو عن دلالة انعقاده في التوقيت ده، استشعار الخطر، الخطر على الأمن القومي اللي اتكلم عنه المجلس النهاردة أنه خط أحمر ولا تهاون في حمايته، الدعوة كمان لقمة إقليمية مع الشركاء الدوليين زي ما حضرتك أشرت المهتمين أو اللي ممكن يكونوا فعالين في حل الأزمة. بتشوف إزاي الاجتماع ده توقيته، الغرض منه استشعار الخطر حوالينا لينا احنا طبعاً كمصريين، وكمان تصفيه القضيه يا فندم؟ ده طبعا اجتماع مهم في توقيت او حدث او حدث مهم جدا. طبعا يعني كل الاحداث اللي بتدور حوالين مصر سواء في قطاع غزه او على الحدود الجنوبيه
او على الحدود الغربيه او في اتجاه الشرق، كل دي مرتبطه بالامن القومي المصري. فكان لابد من اجتماع مجلس الامن القومي، وزي ما حضرتك تفضلت خرج بالكثير من القرارات، اهمها مؤكد طبعا الاتصال بالشركاء الدوليين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدوليه الاغاثيه من اجل وصول مساعدات. احنا يعني عندنا مساعدات مجتمع مدني كثيره جدا، مساعدات وصلت من دول اجنبيه، تركيا والامارات وغيرها من الدول، وهذه المساعدات وصلت الى مطار العريش بانتظار ما تسمح الظروف بوصول هذه المساعدات الانسانيه للاشقاء في فلسطين ان شاء الله. طبعا الدعوه لمؤتمر او توجيه الدعوه لعقد يعني زي قمه اقليميه تدعو لها لتناول التطورات وسبل التنسيق بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. تمام يا فندم، كل الشكر تحيل حضرتك سياده اللواء احمد العوضي رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل اسمع تعليق استاذ بلال الدوي ويكمل فكرته في مساله الخطر المتعلق بتهجير الفلسطينيين. وقال طبعا جمله لافته، انتوا بتقولوا يطلعوا، طب يعني ما تطلعوا انتم من اراضيهم من الاحتلال المستمر يعني لسنين طويله بدون اي حراك، بدون حل حقيقي لمساله الدولتين وانكار اصلا المبدا ده من الاساس. بعد الفاصل استاذ بلال الدوي. برحب بحضراتكم معانا مره تانية. زي ما كنا بنتكلم، استشعار بالخطر الشديد على الامن القومي المصري، على القضيه الفلسطينيه، محاوله نسفها وتصفيتها، ومساله التلاعب بقى انه ممرات امنه والفلسطينيين يروحوا فين والكلام ده كله، والموقف ده رفضته الدوله المصريه والحقيقه الداخل الفلسطيني، وحتى قيادات حماس سمنت الدور المصري، قالت كمان انه يعني ما نقدرش نتخلى عن اراضينا. لكن هو ليه؟ وايه طبيعه الفكره دي؟ وليه انه عايزين يبقى في ازاحه للفلسطينيين؟ ايه الهدف من ده؟ او ايه كان المخطط اللي كان موجود من سنوات طويله؟ اجدد تحياتي للاستاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي اللي هنتكلم معاه في الجزئيه دي. اتفضل يا استاذ بلال، ايه الموضوع؟ الموضوع يا استاذه باختصار وبصراحه وبعمق، من الاخر، اللعب على المكشوف في الشرق الاوسط. حينما يخرج مسؤولين اسرائيليين تنفيذيين في السلطة في الوزارة، ويخرج خبراء استراتيجيين يقولوا علنا على مصر أن يتم تهجير لها 1,000,000 غزاوي موجودين فلسطيني موجودين في غزة يروحوا يقعدوا في سيناء، الكلام ده بقى لعب على المكشوف. طيب المخطط القديم اللي بيحيوه تاني، عايزين نقول ناس كتير بتتكلم عن تبادل أراضي، هياخدوا حتة وإحنا ناخد حتة. طب إيه الموضوع؟ الموضوع من 2006 عرض على الرئيس مبارك، والرئيس مبارك رفض عملية تبادل الأراضي دي. جم في مارس 2010 وتم إعادته مرة أخرى على الرئيس مبارك ورفض. وفي تسجيل ليه بكده بيحكي اللي حصل معاه ونتنياهو قال له إيه وشاوله على هنا. على الخريطة صحيح. ورفض. فبعد 6 شهور حصل 25 يناير 2011 اللي أنا بقول عليه أحداث 25 يناير، وجم جماعة الإخوان الإرهابية، تم الاتفاق في صفقة. يعني إيه صفقة؟ يعني هات وخد، أنت هتاخد إيه وأنا هديك إيه. هم اتفقوا على ان معلش انا اسفه، والرئيس الفلسطيني ابو مازن حكى الكلام ده كله، قال انا مرسي في السجن دلوقتي بس هو عارف اللي انا بقوله واتعرض عليا وانا رفضت. هو قال له احنا موافقين نسيب جزء من سيناء لنقعد فيهم الغزاويين. لا الاخوان مرسي، لكن ابو مازن ابو مازن قال له انا رافض. قال له انا رافض طبعا. جم عرضوا على جماعه الاخوان هيوصلوا للسلطه وهندعمكم وهنديكم الكلام ده كله وهنوصل وهندعمكم وهنخلص من بعض الحاجات في الدوله المصريه وانتوا هتيجوا للسلطه. مقابل كده قال لك موافقين دون شروط. ليه؟ لان قطاع غزه اكثر منطقه فيها نمو سكاني في العالم. اكثر كثافه سكانيه في العالم. كان 1,800,000 منطقه فيها سكان كتير جدا، فكانت بتسبب مشكله امنيه في مع اسرائيل، وكان في مقاومه وكان في كده. فالمهم قالوا ايه؟ قالوا نعرض مصر تسيب من رفح للشيخ زويد في الشمال. احنا معانا خريطه نجيبها بس عشان نبقى ايه بعمق قدامنا المناطق ونبقى عارفين اهي. بعمق، ايوه دي، بعمق 30 كيلو جنوبا حتى قريه الريسه. ماشي يا استاذه؟ حتى الحدود.
دول مساحتهم 720 كيلو متر. تمام. اي ضعف مساحه قطاع غزه. ليه؟ لان قطاع غزه مساحته 360 كيلو متر. رفح والشيخ زويد الجزء اللي هم طالبينه ده كان 720 كيلو متر. ليه؟ عشان يفك شويه الزحام ويقدروا يسيطروا امنيا. وبناء على طب مصر هتاخد ايه؟ قال لك مصر تاخد الجزء اللي تحت اللي هو موجود عليه السهم تحت ده اللي هو في صحراء النقب. طب انتوا هتاخدوه كده؟ الحته الحمراء اللي تحت دي خالص. قال لك لا مش هناخده، ده احنا هنعمل لكم فيه حاجه اسمها ممر تجاري. طريق بري يصل مصر بيه دول الخليج عشان حركه التجاره وكده. طب مين اللي هينفق الطريق ده لانه طريق طويل؟ قال لك البنك الدولي وبعض الدول المانحه الصديقه. ده الكلام ده الاسرائيلي بتقول. طيب اسرائيل بقى بتقول هتعمل ايه هي؟ طب هي هتسيب جزء من تحت اللي هو عليه السهم ده، اللي هتسيب جزء 720 كيلو متر في صحراء النقب. اسرائيل بتقول الجزء اللي انا هسيبه من صحراء النقب هاخده من فوق من الضفه الغربيه اللي هي ليها شرعيه الرئيس ابو مازن. دي فلسطينيه. يعني انت مش عايز تجيب اراضي حتى، ما سابش حاجه. مش هيسيب حتى، ده عايز ايه؟ ما ياخد غزه تاخد من مصر، ومصر تاخد من صحراء النقب، وهو ياخد الجزء من الضفه الغربيه. طيب بما ان في صفقه، اذا زي ما قلت لحضرتك هات وخد. طب مصر هتاخد ايه؟ مصر مش مصر، مصر الاخوان اللي كان مرسي بيترأس مصر ساعتها في ايام سودة. طيب مصر حسب ما اتفقوا مصر هتاخد ايه؟ قال لك في شح ميه في مصر، وفي اثيوبيا عامله قلق معاكو، وفي قله في الميه عندكم في مصر، وفي ما فيش ميه بتوصل كتيره بتوصل لسينا، فاحنا هنعمل لكم حط تحليه مياه تصل نخلي فيها ميه تستفيد سينا منها. طيب مين اللي هيدفع فلوس محطه التحليه؟ قال لك برضو البنك الدولي وبعض الدول الصديقه المانحه. طيب بعد اذنكم ممكن لما محطه الماء دي يتم انشائها، كله متسهل اهو، البنك الدولي موجود. طبعا امال ايه؟ هم بيقولوا بقى ممكن بعد اذنكم لما الماء دي تخلص، لما المحطه تخلص، محطه التحليه الماء دي تخلص، نقوم جايين تودوا ميه فيها لغزه وتودوا فيها ميه لاسرائيل كمان. طيب مرسي وافق، غزه اللي ما بقتش خلاص خيانه رسمي. خيانه رسمي. كده خلص الموضوع؟ ما خلصش الموضوع. حصل ال 30 يونيو من اعظم ايام مصر. 30 يونيو اعظم يوم في تاريخ مصر بعد حرب اكتوبر. حصلت 30 يونيو، الدوله المصريه والشعب المصري طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون رئيس جمهوريه، وخضع للشعب واصبح رئيسا للجمهوريه. بدات عمليه التنميه لانه هو راجل فاهم ومدير مخابرات حربيه، وكان قدام الامر الواقع، وكان قال لك المنطقه دي ممنوع حد، وكان قال لك ممنوع اي حد يتملك الارض في سيناء. طلعت القوات المسلحه وزير الدفاع وقتها بيان رسمي. لا قرار او قانون بممنوع التملك، واحنا فهم قلنا ليه ده زائد المنطقه الاقتصاديه اللي كانوا عايزين يعملوها معرفه. ان ده كان وقتها فهمنا بعد كده ان كان في محاولات للبيع ومش عارفه ايه، والاراضي دي اراضي دي اراضي داخل سيناء يا استاذ. فقال لك مفيش منطقه اقتصاديه تاني عرضها خارج الشاطر على الحدود. يعني مفيش جمارك ومفيش معارف ومفيش اي حاجه خالص. الاخوان بقى مع غزه وكده يعني. فقلنا مفيش. الرئيس السيسي بقى مع مشروع عمليات التنميه. عمل ايه الرئيس السيسي؟ الرئيس السيسي قال لنا في حكايه وطن في المؤتمر الثلاث ايام في فندق الماسا في العاصمه الاداريه، قال لنا ان احنا عمليه التنميه تتم تدريجيا في كافه المحافظات وفي كافه مصر، يعني محافظه الغربيه اللي انا بتشرف ان انا منتمي ليها فيها مشروعات قوميه بتتم، محافظه اهليه، محافظه الجيزه، كل بلد فيها مشروعات قوميه. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولازم نعطي الحق لاصحابه، لان في بعض الناس خرجت، الناس المراهقين خرجت وقالوا احنا بنفهم احسن منه، احنا دارسين احسن منه. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي حصل في عمليه التنميه اللي بتتم يا استاذه. تم انشاء اكبر محطه تحليه مياه في الشرق الاوسط وافريقيا. ده احنا كنا بنقول كده، احنا قلنا دي اكبر محطه تحليه مياه في الشرق الاوسط وافريقيا. جت موسوعه جينيز وقالت لك لا دي اكبر محطه مياه في العالم. واسمها ومكانها في بحر البقر، بحر التي البقر. تمد منها على سينا البقر اللي كان فيها المجزرة. اذا الموضوع احنا بنلعب شطرنج وبنكسب. احنا ارضنا عندنا، رفح والشيخ زويد عندنا، وبتعمل فيها تنمية وفيها طرق بتتعمل وفيها مشروعات ومجموعة من وحدات السكنية للناس، وطريق جامد جدا بيتعمل هناك، ومشروعات قومية. مش دي بس، مش بحر البقر بس، ده 11 محطة مياه لتحلية المياه موجودة في سينا في الشمال وفي الجنوب. نختم بجمله اخيره، نختم بجملة من أخيرة. الكلام. انا كنت بقرا سوره هود من شويه، اني اراكم بخير، اني اراكم بخير. اللي حصل النهارده في اجتماع مجلس الامن القومي المصري بيدل
ان هناك تصدي ووقفة للدولة المصرية، وانا ضد الخوف. انا بقول خطر بس مش خوف، خطر محتاج رجال، والرجال شفناهم النهاردة في، احنا قلنا بقالنا اسبوعين بنشوف رجال، شفناهم في حكاية وطن، شفناهم في الندوة التثقيفية، شفناهم النهاردة في اجتماع مجلس الامن القومي المصري. اني اراكم بخير ومصر بخير ان شاء الله. ان شاء الله دايما يا رب. شكرا جزيلا استاذ بلال الدوي على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير وامان، والدوله المصريه دايما بخير بعد ربنا سبحانه وتعالى بوعي شعبها وخوفهم على بلدهم. وما لناش حق ابدا ان احنا نخاف طول ما احنا ظهرنا محمي، طول ما انت شايف انك معاك وفي ظهرك جيش قوي ومؤسسات ودوله بتشتغل ومستشعره الخطر وفاهمه ابعاد اللي بيحاك ضد الدوله المصريه وجاهزة للتعامل معاه، ولا تهاون ولا تفريط في حماية الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري خط أحمر زي ما تم التأكيد على هذا المعنى النهارده.